صباح الخير عليكم جميعا، صباح الخير كل الناس. حقيقة أنا سعيدة، أنا عندي شعور فعلا بالفرحة، مش لأي حاجة سوف تكون، ولكن اللي إني بشوف إن الناس ابتدت تكسر حاجز الخوف، إنك خلاص أنت بقيت بتعبر عن نفسك، بقيت بتقول أنا رافض، أنا مش عاجبني، أنا معترض، اللي بيحصل ده مش عادل وكفاية كفاية. الإحساس ده بيديلك كده يعني قوة وشعور بالحرية. ليه؟ لأنك مش لوحدك في الموضوع، أنت في ناس كتيرة من قطاعات مختلفة ملهاش أي انتماءات خالص منضمة إليك ومعترضة وبتتكلم وبتشتكي نفس الشكوى بتاعتك. فدي حاجة حقيقي يعني رائعة، إن الأصوات بتعلى والموجة عالية، وحتى لو ما وصلناش لحاجة بس انت وصلت للنظام ان انا شايفك وعارف انت بتعمل ايه، وانا مش راضي وبهز العرش الحكم اللي انت الكرسي اللي انت قاعد عليه انا بهزه، لاني انا رافض طريقة ادارتك. تمام؟ فدي حاجة بالنسبة لي هي الانجاز، حتى لو كانت دي اخر حاجة هتتعمل في المرحلة اللي احنا فيها، دي حاجة كويسة جدا جدا. ليه؟ لان اي حاجة علشان اي هدف عشان توصله، وخصوصا التحركات القوية، محتاجة زي ما بيقولوا كده بالبلدي تتطبخ على نار هادية، مش يكون في تسرع او اندفاع، لان الاندفاع في الحالة اللي احنا فيها هينتج عنه ايه؟ الكثير من المعتقلين والقتلى والضحايا، ودي حاجة لازم يتعمل حسابها كويس قوي. فدي مبدئيا ده قرايتي للموقف اللي بيحصل. انا بشجع كل الناس انها تتكلم، برافو برافو، ده احساس حلو. تمام؟ تاني حاجة، لو سمحت لما تحب تعمل شير لأي فيديو يا ريت تنتقي. ليه؟ لان انت بتوصل صورة عن مصر او عن المصريين، فما ينفعش ان احنا يكون المصريين هما واحد طالع عريان وقاعد عمال يشتم، واحد بيصور من البانيو، واحد طالع بيرقص ها كال بيهزي بالكلام وعمال يرقص ويتنطط ويشتم، يشتم في حالة من الجنان. تمام؟ دايما المريض النفسي ما بيبقاش عارف الحالة اللي عنده، وما بيبقاش شايف نفسه، وشايف ان هو انا بعالج نفسي بشكل او باخر، وبيبقى له فلسفة. تمام؟ لكن احنا مش مسؤولين على انك تحضر شخص وهو في هذه الحالة وتستمع اليه واحنا في الحالة الثورية او المود ده. يعني ده اختيار غلط منك انك تروح عند صفحة وائل غني. فمش الصفحة دي اللي المفروض ان انت تخشها واحنا في هذه الحالة خالص. وكمان لازم تعرف يعني تنتقي مين اللي انت هتختار انك تسمعه وتديله من وقتك وتلتفت اليه وتعمل شير كمان، لان ده في الاخر صورة المصريين، ودي كمان في الاخر الواجهة بتاعتنا، فانت عايز تصدر مين، دي حاجة مهمة جدا. محمد علي بيرفع السقف الطريقة بكلام حاسم وعدواني ومباشر، ان انت يوم الخميس لازم تطلع تتنازل عن الحكم، ولازم تطلع تفرج عن المعتقلين تماما وتترك الحكم وتمشي. في الوقت اللي هو بيتكلم فيه نزلت قدامنا موجة من مجموعة من الفنانين بيقولوا معاك يا ريس، لكن هم عملوا حاجة خطيرة جدا، ان مع الجيش والشرطة، ايه دخل ده بده؟ يعني عيب عليكم، عيب على ناس زيكم، ان انتوا حتى لو مضغوط عليكم عايزين تقولوا معاك يا ريس، انتوا احرار، لكن الجيش والشرطة انتوا مالكم مال الجيش والشرطة؟ دول بتوعنا احنا الشعب المصري، وده جيشنا ودي شرطتنا، وانتوا مالكوش دعوة، انتوا بتوقعوا بيننا وبين بعض ليه؟ انا هي مش فاهمة. وانغام يلي هي يعني عمرها ما دخلت في اي صراعات سياسية، اتضغط عليكي بايه علشان تطلعي تقفي في اول الكليب؟ حتى ما انت طول عمرك ليكي قناعاتك، لكن ما بتشتركيش في اي صراع سياسي. الفنانات الكبار بتوعنا امال ماهر
وانغام والكلام ده كله، احنا من امتى بنخش في الكلام ده؟ انك انت اللي تتصدري الكليب. الناس دي كلها طبعا شغل مخابرات عامة، وبرضو مستمرين في الوقيع ما بين الشعب والجيش والشرطة وربطنا بالرئيس. لا، الكلام ده ملوش دعوة خالص، ملهمش علاقة بينا خالص، احنا بينا وبين بعض. فيا ريت ما توقعوش بقى، عشان الطريقة دي بايخة جدا وسخيفة جدا. تمام. طيب، جمع انت بقى الخيوط، حط محمد علي في نفس الوقت اللي يطلع فيه وائل غنيم، في نفس الوقت اللي يطلع بعض الضباط يتكلموا. اللي بيحصل ده كله انا مقتنعة 1000000% ان هو مش حاجة عشوائية خالص. محمد علي وراه حد، وراه حد عامل له دعم ومديله هذه القوة انه يقدر يتكلم. وائل غنيم انا مقتنعة 1000000% ان هو شغل كله على بعض شغل مخابراتي، واللي اكد لي الكلام ان هو بيقول انه هيطلع مع احمد موسى على كلام يوم الخميس. تمام. بغض النظر بقى مين وراهم، الترتيبات اللي بتحصل احنا ما يخصناش الكلام ده. احنا بس للعلم بالشيء ان كل الناس اللي بتطلع بيكون ليها اهداف وبيكون ليها ناس بتحركها، والكروت دي اول ما بتتحرق بيتم التخلص منها او اركنه على جنب علشان تحقيق الاهداف اللي يعني هم طلعوا من اجلها. وبعد كده الناس دي بتختفي وبعدين بترجع يعيدوا استخدامها مرة اخرى. طيب، هل ده يوقفنا؟ لا، لان احنا لازم نشوف مصلحتنا. الكلام اللي بيقوله محمد علي هو مس كل واحد فينا، لان هو ما حدش يقدر من النظام يتهمه ان هو لاخوان ولا تبع الاخوان ولا المنطقة دي. هو واحد من قلبهم وبيفضح حاجات من داخل، يعني هو من جوه المطبخ بتاعهم، حاجات هو شاهد عليها، حاجات كتير من اللي بيقولها حقيقي، وناس كتيرة مننا اللي دخلوا عدوا كده من القطاع الهندسي عارفين ان الكلام اللي هو بيقوله صح 1000000%. غير كده كمان محمد علي بيتكلم بلغة الناس البسيطة ولغة ولاد البلد. اسفة. راح بقى التاني اللي ادى قوة لمحمد علي اكتر، الطريقة اللي اتكلم بيها الرئيس الحالي. يعني لما واحد يطلع يكلم ولاد البلد والناس البسيطة والناس الجدعان، وتيجي انت تطلع تتحدى وبعند تقول اه عملت وهعمل، وبطريقة كده فيها يعني ايه، يعني بقى عملت، يعني الكلام ده ما كانش ينفع. طريقة العند دي استفزت ناس كتير، ناس كتير هو اوريدي وصل لهم، فدي زودت ادت قيمة اكتر للناس اللي هي بتسمع محمد، وادت قيمة اكتر لكلام محمد. فهم قالوا لك ما تتكلمش، فانت لما اتكلمت الدنيا تعكت. تمام. فمحمد علي طبعا له تأثير قوي جدا، لكن لما هنيجي للنقطة بتاعتك انت، النقطة بتاعتك انت، موضوع النزول مرتبط بيك مش بحد يدفعك. يعني ما حدش يخش يقول لي نعمل ايه ونتصرف ازاي، لان انا شخصيا لن اشارك على الاطلاق ان انا ادعو حد للنزول للشارع، وده كلام بالنسبة لي محسوم. ليه؟ ليه؟ لان ده قرار منفرد انت اللي لازم تقوم بيه من غير ما حد يزقك، لان اللي بيزقك بشكل او باخر له مصالح شخصية. وعلى اول الناس اللي هم كانوا، وشفنا قدام عينينا عقاب ربنا وائل غنيم نفسه انه تحول قدامك من انسان عادي جدا الى مسخ، تحول لمسخ وبيضرب ماريجوانا اتدمر قدام عينك. يعني انت عقاب الناس، عقاب الناس اللي ماتت وذنبهم والدماء اللي أريقت كلها، حولت قدامك إنسان على مدار سنين لإنسان مريض نفسيا، إنسان مضطرب، إنسان مش متزن. لو هو وائل غنيم كان موجود في مصر السنوات دي كلها، كنا قلنا بصوا عملوا فيه إيه، قبضوا عليه في المعتقلات، بص الراجل طالع عامل إزاي. لكن ده قاعد في أمريكا في الأتموسفير الحلو، في نقاء الجو، في العيشة الحلوة، هو طالع هو عايش هناك، وفي الآخر يطلع بالشكل ده، دماغه ضربت لسعت.
فليه؟ لان هو من الاول خالص من ساعه ما شارك في الموضوع ده كمان، ايه ده، واحد مهندس وجامعه امريكيه وكان شغال في جوجل، وبعدين بيقول لك انا ما عنديش انتماء لامريكا ومش عايز احلف اليمين ان انا ولائي يكون ليهم. امال انت ولائك لمين؟ ده انت شغلك وفلوسك ومرتبك من اول ما عرفناك مرتبط بيهم. وائل غنيم من الناس اللي بيتم استخدامها. احنا بقى ملناش دعوة بالموضوع ده، انت لازم تشوف انت مصلحتك ايه. ده قرار داخلي يطلع من جواك، مش محتاج مساندة من حد، محتاج ان انتوا تقعدوا تتشاوروا مع بعض كده. ولو شفت ناس معاك بتجتمع، فهي دي اللحظة اللي بتقولوا لا احنا عايزين ننزل، او لا احنا مش مستعدين للنزول. ده قرار يرجع لك، محدش يدفعك ويقول لك لا انزل واحنا نازلين ويلا بينا، لا 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 لا. وانا شخصيا لن اشارك في الكلام ده. ده قرارك انت، ده قرار داخلي، مش محتاج حد يزقك ويقول لك يلا. لان طول ما انت مش مستعد هتقول له اه، وساعه الجد هتتراجع. تمام. ده غير ان هيفضل دايما الحلم اللي جوانا كلنا بلا شك، ان احنا بنرفض العنف وبنسعى دايما للتبادل السلمي للسلطة وليس بالعنف وليس بدفع الناس للخروج في الشارع. الخوف مش على اي حد سائر، او الشباب المندفعين او الناس اللي بتنزل، لا، الخوف كمان على ولادنا الضباط، على أمن كل الشعب المصري بكل فئاته. لأن الضابط كمان هو عبد المأمور، انزل هينزل، اضرب هيضرب، دي شغلته، هيروح رئيس ويرجع رئيس، وهتفضل دي شغلانة الضابط اللي ما يعرفش غيرها. تمام. هو ده العهد والقسم والولاء اللي عمله. وكمان في ناس مندسة وفي ناس بتضرب نار، حتى لو انت نازل سلمي ففي أيادي كتيرة بتخش تتلاعب في الأمن وتشعل النيران. فلازم طبعا، هو الحلم اللي احنا كلنا بنتمناه ان يحصل تبادل سلمي هادئ للسلطة وآمن، ده اللي احنا بنتمناه. لكن اللي بيوصل الناس للخروج للشارع والاعتداءات، وهذه الموجة من الاعتداءات مش اعتراض الناس او عدم اتفاقها مع نظام ادارة الحكم او عدم رضاها عن الرئيس الحالي، لا، اللي بيحصل ان تمسك الرئيس الحالي او اي رئيس بكرسيه ومكانه ومنصبه ورفضه التسليم السلمي وعدم اراقة الدماء، هو ده اللي بيدفع الناس للشوارع، وهو ده اللي بيزق الجميع للعنف، وده اللي احنا رافضينه. لكن مش عايزين ندفع الناس لده. طب احنا وصلنا ده نتيجة ايه؟ وصلنا ده ليه؟ نتيجة الظلم. اي رئيس راح ولا جاي هيحط الناس الغلابة سجادة يدوس عليها علشان يقولك حبني البلد، لازم هيكون مصيره انه مش هيكون امن في مكانه. No way. اي رئيس هيستخدم القمع واستخدام العنف خصوصا مع الشباب ومع البنات. البنات مرميين في المعتقلات، وانتوا عارفين بيحصل ايه، بيحصل لهم ايه، وبيتعرضوا لايه جوه. تمام. السيدات الامهات، دعوات الامهات دي كلها هتروح فين؟ ما هو احنا كده، ما خلينا نتكلم، ما هي عدالة السماء. عمرك ما تتخيل ان اللي بيبني حكمه على ظلم وعلى قهر وعلى دعوات ناس، الحاجات دي كلها هتروح هباء. لو ما كانش دلوقتي هيحصل بعد حين، لان هو ده نظام العدل، هو ده الكون ماشي بالعدل. والا انت بتشكك في احد اهم صفات ربنا هي العدل. لكن امتى؟ يمهل ولا يهمل، بعد حين. الحاجه ما بتجيش بسرعه، ومش كل، لا، لكن ربنا دايما بيدي للانسان الفرصه ان هو يصلح اخطائه وانه يعيد المسار للاتجاه الصحيح. لكن هي موضوع وقت مش اكتر، موضوع وقت مش اكتر. وبعدين كمان حجم الدين اللي انا اتكلمت معاكم فيه قبل كده وصل لأربعة تريليون. عارفين 4 تريليون لو كانوا تم صرفهم في القنوات الحقيقية المرضية للناس كان حالنا بقى ايه؟ يعني هديكم نموذج صغير. لما يطلع وزير التعليم يقول ان تكلفة المدرسة الواحدة 57 مليون، 57 مليون، يعني انا عشان اعمل 1000 مدرسة محتاجة 57 مليار جنيه.
طب احنا هل من الاربعة تريليون عملنا الف مدرسة مثلا؟ طيب عشان يطلع وزير الاسكان يقول لك ان انا عشان اعمل انشاء وحدة سكنية بيكلفني المتر المربع 8000 جنيه، يعني انا علشان اعمل مليون وحدة سكنية محتاجة ل 800 مليار. احنا عشان انشئ ايه مليون وحدة سكنية محتاجة لهذا الرقم. ده لو على ايه؟ ده لو الوحدة 100 متر. لا ده انا بنقل الناس اللي موجودين في العشوائيات وبعمل لهم وحدات سكنية وبحط شروط ان هم يعني اسكان الشباب سعر الشقة فوق وابعد من ان هم يقدروا يدفعوا ثمنه. ده يعني اللي هو المستحيل ان شاب يروح يدفع حاجة عشان ياخد شقة، يدفع ارقام جامدة يعني مثلا 350 الف، حتى شاب ما عندوش 150 الف علشان يسكن في اسكان الشباب، ده غير اختيار مناطق بعيدة جدا عن المعمار وعن البلد، او حتى بلاش اختار اماكن بعيدة لكن يكون ليها وسائل مواصلات امنة ومتوفرة وبتطلع بشكل تباعي زي ما بيحصل في دول العالم. يعني اللي انا عايزة اقوله لكم ان الاربعة تريليون دول كان ممكن تتحل بيهم لو استخدمناهم صح. الاربعة تريليون ده الدين العام، اجمالي الدين العام، لو كان تم استغلالهم واستخدامهم صح كانت الحياة هتحصل فيها نقلة، هتوصل لكل القطاعات من الشعب. لكن ان انا اترك الناس غرقانين في العشوائيات وغرقانين في الجهل وفي المرض واحطهم سجادة تحت رجلي عشان اطلع لفوق واقول لك انا ببني كباري، انا ببني الدولة، انا ببني مصانع، كل ده تمام ممتاز على فكرة، احنا ما خسرناش لانه رجع لنا، كل ده رجع لنا، اي مصلحة تيجي تمام ممتاز جدا. لكن الناس دي مطحونة، يعني حتى المحافظات اللي هي الكبيرة ما تقدرش تشرب كوباية مية نظيفة من الحنفية، كله مركب فلاتر وكله بيجيب مية معدنية. يعني حتى المية اللي عندنا الدولة معرفتش انها توصل بيها لمرحلة عالية من النقاء وانها تبقى صحية. المية مش هقولك بقى، حتى الزبالة مش عارفين نقضي على مشكلة الزبالة على مدار عقود، يعني مع انها بتتلم بسرعة لما بيجي مؤتمر او بتيجي رئيس او زيارة. ف الكلام اللي بيقوله محمد علي كلام واصل لنا كلنا مقتنعين بيه. أنا كلامي معاكم إني أقولك موضوع النزول يوم الجمعة ده ما تمشيش ورا دعوات نزول، امشي ورا إحساسك أنت ورغبتك وإنت عايز إيه. أنت مستعد إنك أنت في الوقت ده تخرج وتعترض وتنضم للناس؟ جمع معاك ناس وخرجوا بشكل آمن. هل أنا مش مستعد؟ يبقى ده قرارك أنت الداخلي، مش مدفوع لا مني ولا من أي حد. لكن الحاجة الوحيدة اللي بنتفق عليها كلنا مهما اختلفنا على طريقة الاعتراض هي رغبتنا في تغيير الأوضاع وتحسين مستوى المعيشة بتاعة الناس في الطبقات الأقل وانت طالع، وهم اهم مننا وهم فوق راسنا لان هم الخطر الحقيقي اللي بيهدد كل الطبقات اللي فوق. اللي تحت قوي ده اللي هم اللي مش لاقيين، اللي غرقانين في المخدرات وفي السلاح وفي البلطجة، هذا المستوى العشوائي ده هم دول الخطر الحقيقي اللي بيهدد كل حاجة. هم دول اللي لازم اهم مننا يقفوا على رجليهم والطبقة دي بقى تتنظف وتتروق ويخش لهم الحضارة والتنمية والتعليم والدولة تهتم بيهم، مش تتركهم مهمشين بهذا الشكل. تمام، هم قابلينا. تحياتي ليكم ويا رب الخير لمصر وليكم جميعا، وانا معاكم يعني قلبي معاكم طبعا، بس هنغطي الاحداث ونشوف التطورات هتوصل لايه. اشوفكم على خير.